انفض، قلبي على ولدي انفطر، وقلبي ولدي علي حجر. يا معلق الرباب امانه امانه كل وعذب الوطن، كل وعذب الوطن. ده مهما كان احنا بشر، ده مهما كان احنا بشر، مهما كان احنا بشر. عانت معاك يا الزمان وترنك العينة دي، ياللي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي. عانت معاك يا الزمان وترنك العينة دي، ياللي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي. ولا لقيتك في يوم لفتي يا ابوي ولدي، لو ترجموك يا القانين يلجوك تقولوا ولدي. ولا لقيتك في يوم لفتي يا ابوي ولدي، لو ترجموك يا القانين يلجوك تقولوا ولدي. قدر يا ود قلبي قدر، النار اولها الشرر. يا معلق الرباب امانه امانه كل وعذب الوطن، كل وعذب الوطن. ده مهما كان احنا بشر، ده مهما كان احنا بشر، مهما كان احنا بشر. شمس الزمان بتدور يا جاية يا مروحة، يا أبو الجناح مكسور كان حلم بس انصحى، والجمح بيدور يدور ويرجع لقلب الراحة. قدر يا ود قلبي قدر، النار أولها الشرر. يا معلق الرباب امانه امانه كل وعذب الوطن، كل وعذب الوطن. ده مهما كان احنا بشر، ده مهما كان احنا بشر، مهما كان احنا بشر. عرفت يا منبه زعلانه بس عنده وامه عجيله. وعرفتي من فين؟ جبلت امها على السلم، مكان يرجعها لامها. اشمعنى فرحه اللي يغضبها ويسيبها في بيته؟ الغربه للجديد، شويه بشويه وهيمشيها. والله انت عبيطه يا كامله. اتلمي يا مندها عيب. عرفت تضحك عليكي زينب العايجه. وهتضحك عليا ليه؟ عشان تخبي عليكي حاجه. لا يا حبيبتي، كان الكذب بان عليها. لا يا فلحه، اصل الكذب ما عيبانش، لكن العبط هو اللي عيبان. كنت سلمت عليه بدام هتحبه كده. محبش اودع اللي احبهم. واخرتها يا محمد هتفضل شادد جبال عيالك لحد ميتك. انت عاوز قلبهم يحن وقلبك انت مش مسامح. ايه اللي يريحك ويريحهم؟ يريحهم اللي عندك. يعني ايه تسلم وانت حي؟ جربهم، خليك زي المصرف ياخد مية النيل ويرجعها تاني، يمكن ترتاح. وهم عيالك في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شاطرة يا هند. خدي يا حبيبتي. تشكر يا أبوي. ودي حمزة. شكرا يا ابوي. ودي مروان. شكرا يا ابوي. يا نادي يلا اطلعوا كملوا مذاكرتكم فوق. خد جد اداله دول امبارح، خليهم معاك انتي. حد هينهدم عليا. ما سمعتش. كل شويه اسمع حد هينادم عليا. ايه الحكايه؟ مفيش حد يا ابوي، ولو في حد هينادم ليه؟ ما يخبط احسن. مش عارف، انا طالع بره وجاي. رايح فين في الليل؟ 120 30. هتعمل ايه يا جد؟ جدك عايش مع اللي عنده وطلعوا كتير. الحمد لله كتير. وهتجمعهم ليه؟ عشان اللي عاوز حاجه ياخد. وانا انت ايه عاوز؟ زي ما هياخدوا. ماشي. عندك كام عربيه؟ يعني 30 ما بين ملاكي ونجل. وكام جرار؟ انت هتحاسب دياد ولا ايه؟ لا بس احب اعرف. عيب يا مهران، سيب جدك. انا هتكلم انا وجدي، انت مالك؟ مراد بتكلم زين. حاضر. اقوم يعني؟ لا خليك جاري. خالي خيري سافر. ربنا يرجع والسلامه. مالك يا سيد؟ عيان جوا توحيد. اسم الله عليك يا اخوي. انتي كل دور تيجي وتطلي وتمشي على طول. ما انا ما اقدرش اطول. ولا انا اقدر على فراقك. امال مرتك الجنية فين؟ مفيش انس ولا جن غيرك يا توحيد. انا كنت هتجلى عليكي لكن لما سبتيني لا حاجة سبتني. خلاص تعال معاي. صح يا توحيد؟ مادام تعبان كده يا حبيبي يبقى تيجي معاي. فين؟ مطرح ما انا رايحه. يا ريت يا توحيد. يا ريت. المركب مستنياني، تيجي معاي ونغربوا سوا. طب البس عباية حلوة. انت كده زي القمر يا سيد. وبعدين يا خيري وصلت فين يا ولدي؟ انا اللي عملت فيك كده. مالك يا حبيبي؟ لا ماليش، نام انت. انام كي ولا صاحي؟ هنام دلوقتي، هو بس النوم يجيني وانا نام. والله بقالي كتير ما سألتش عن الراجل الطيب ده. عم سيد، السلام عليكم. عم سيد، يا عم سيد، ايه يا راجل يا طيب اللي منيمك على الارض كده؟ قوم نام على السرير فوق. وكمان نايم هتضحك، هتحلم بايه يا عم سيد؟ عم سيد، عم سيد، لا 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 اله الا الله، لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. عشت في حالك ومت في حالك، لا حول ولا قوة الا بالله. على مهلك يا ولدي، لو يقع من فوق هتفرح انت، انت اللي قلت له يطلع. ان شاء الله مش هيوجع، وانت هتكسب لما يطلع فوق ويشاور لك. ما كان شاور لك من هنا؟ لا هيقدر وهيطلع. صح يا ابوي، يعني ما تخافش. لا ما تخافش، كمل اطلع. ايوه بس التليفون عايزين. لا ما تردش يا ولدي، لا هرد. قلت لك ما تردش. لا هرد، هرد واطلع. حاسب يا ولدي. الو، ايوه بتقول ايه؟ البقاء في حياتي في مين يا ولدي؟ في مين؟ اقفل يا كامل، اقفل. خير يا محمد، مين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أهو قلبي ده اللي بيغرق واللي سارقه النيل، ولا عارفة أجيبه بإيدي ولا بحبل طويل. يا ناس بقول آه وإيه تعمل لي جولة آه، معجولة قلبي اتمزعت دواب المواويل. كله راح يا أحمد، ما فاضلش غير الباب، لا توحيد ولا سيد. بيت فاضي وباب. سبحان الدائم الباقي يا محمد، سبحان من له الدوام. البيت ده ربت فيه توحيد عيال كتير، عيالي كلهم اتربوا فيه، ما كانش فيه أحن منها. ما قدرش على فراق هالراجل الأصيل. آخر مرة كان عاوز يديني مفتاح البيت، تخيل. الجسم هيحس يا محمد. امال احنا ما هنحسوش لانهم ماشيين. من رحمه ربنا بينا يا ابو ولده. ربنا يرجعك بالسلامه يا خيري. يرجع بالسلامة إن شاء الله. هو أول مرة يروح مصر؟ أول مرة أقلق عليه كده. وحد الله يا حاج وروح ارتاح. معلش يا أحمد، سيبني لوحدي شوية هنا وروح أنت اقعد في العزاء. براحتك يا حبيبي، براحتك. الله يرحمك يا توحيد. الله يرحمك يا سيد. الله يرحم الحبايب كلهم ويرجعك يا خيري بالسلامة ويطمني عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. خبر ايه؟ امال الحاج محمد مش باين؟ تعبان شوية وهيرتاح فوق. لا سلامته. مال ابوك يا جود؟ ملهوش يا حاج ابو ذكري، الراجل لسه طالع من عملية كبيرة، مش حمل جعاد. لا قولولنا عشان اعرف ادخل معاك ولا لوحدي. يا دوب الحق القطر. سلم على ابوك يا جودة. يوصل يا حاج. رايح المجلس يا سيادة النايب؟ ايوه يا ابو ذكري. عاوز حاجة؟ عاوزك طيب ترجع لنا بالسلامة. خد الورقة دي معاك. ايه دي؟ ده طلب على بنزيمة على الطريق، لو قابلت وزير البترول قول له بس يا ابو ذكري ولد عمي. ربنا يسهل. السلام عليكم. الله يرحمك يا حج سيد. وانتوا ناويين تعملوا ايه في بيت عمتكم توحيد؟ واحد الا عم ابو ذكري. لا اله الا الله. ليه يا محمد سبت خيري في حكاية زي دي؟ ليه ما خفتش عليه؟ أمنتوا على سري، عاوزه ياخد مطرحي. مطرحك؟ ما يتحرج مطرحك. لو جراله حاجة تلوك هتسامح نفسك يا رب. الوقت في الحبل مشدود، مقتول ما راضيش يعدي. الوقت في الحبل مشدود، مقتول ما راضيش يعدي. اغلى ما في اليد مفقود، مع انه لسه في يدي. مع انه لسه، مع انه لسه في يدي. ال21 يوم عدوا، ليه ما رجعتش يا خيري؟ صباح الخير يا محمد. صباح الخير. مالك؟ ماليش. مش هتفطر؟ اشرب شاي تحت. مش الدكتور جالي الشاي له؟ يقول اللي يقوله يا فرحة. وصحتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو في حاجة يا عم الحاج؟ إيه مالكم؟ ما وراكمش غيري؟ بس دي 10 كوباية شاي وأنت مالك غور. حاضر. موتته يا محمد، موتته وارتحت. ولدي وعايم في دمعي في طريق وانا قلبي مترمي والطير ينهش ويحوم، ولدي وعاين في دمعي في طريق الموت، وانا قلبي مترمي والطير ينهش ويحوم. مركب ورايحة بيك لأقدارك، وكتاف كأنها موت لفوق ولتحت. مركب ورايحة بيك لأقدارك، وكتاف كأنها موت لفوق ولتحت. أمانة ارحم أبوك يا وليدي من نارك. الحمد لله بالسلامة يا ولدي. الله يسلمك يا ابوي، الله يسلمك. قلقت عليا، ربنا كان حنين ولطف بقلب ابوك. عايز احكي لحضرتك كل حاجة وبالتفصيل. لا ما تحكيش حاجة، كله باين في عينيك. المهم الحمد لله بسلامتك. شيل الشيلة وانت ساكت. تعال خش. الجبل كان سري، دلوك بقي سرك. لو ولدك طلع راجل سلمه له، ما طلعش شوف مين من عيال اخواتك. العمر طويل ليك، فرقها قريب ومشوارها قصير، واخواتك ضمن الشيله. لو خلفوك تعالالي لو كنت حي، لو ما كنتش نفذ اللي في دماغك بس من غير ما تظلمهم. ولو كان في حاجه متغشش منها او شاكك فيها اسأل كامل، عشان قلبه عمران ومنور. وكبر عمك، شاركه في مصالح الناس، لكن اللي بينك وبين اخواتك يفضل بينكم. وانا قلت لعمك يسيب لك الانتخابات الدورة الجاية. ماشي يا ابوي ماشي. دي التركة كلها نويت اقسمها عليكم دلوك. ليه كده؟ وانت موجود والحمد لله. انا عاوز اعمل كده، اسمع وانت ساكت. ماشي. وابو ذكري خلي عصايتك دايما تحت دجنه، وتقول له على اللي مش هتعمله بس. وتعلم من الجبل، خلي اللي جواك اكتر من اللي براك. خليك قاسي وشديد من بره، الديناميت ما يأثرش فيك. وحرص من القريب قبل البعيد. حاضر. وما تجيبش سيرة لاخواتك على فراسي دلوك. ماشي يا ابوي. اطلع شوف مرتك وعيالك. الحمد لله على السلامة. هن عليك؟ عمرك ما هنت ابدا يا ام محمد، عمرك ما هنت. اديني رجعت اهو. كنت فين ده كله؟ شغل ورق كان لازم يخلص. تعالى يا واد. شغل ايه اللي يقعد شهر يا خيري؟ شغل تبع الحج قلت لك. تبع المحجر يعني؟ هتسالي كتير انت، ما كنتيش كده. اصل مش عوايدك الغيبه طول كده، عمرك ما عملتها. عشان تعرفوا قيمتي بس. ربنا ما يغيبك عننا ابدا. الله يخليك. ازيكم يا ولد؟ الحمد لله. كنت فين يا ابوي؟ حتى انت كمان هتسال، هو تحقيق ولا ايه؟ جبتني معاك يا ابوي. سؤال كويس. امكم هتفتح الشنط جوه وهتدي لكل واحد فيكم حاجته، تمام. افتح يا واد. ازيك يا حسين؟ ابوك رجع؟ اتفضل يا جودة. يا اهلا اهلا اهلا. يا ساتر، الف مرحب. الحمد لله على السلامة يا عم. الغيبة دي كلها. اهلا 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 اهلا. وحشنا. مرحبا يا جودة. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ مستنيك ترجع. وديني رجعت خير. ابوك مأجل كل حاجة لحد ما ترجع. مأجل ايه؟ خشوا جوا يا ولد، خشوا جوا واعملوا شاي لعمكم. مأجل الشغل. كان فيه عملية كبيرة تبع نجح حمادي. ابوك قال نستنوا لما يرجع خيري. طب وماله؟ نقعدوا مع بعضينا ونشوفوها. كنت فين يا خيري؟ شغل في مصر تبع الحاج. سر يعني ولا ايه؟ لا سر ولا حاجة، دي الضرايب بتاعت الشغل اللي فات كله. ما هندفعوها هنا؟ لا، واصل ابوك يعرف محاسب قانوني كبير في مصر، بعتني اخلص الشغل معاه. ما انت عارف ابوك. والضرايب تقعد شهر؟ ما انا قلت استغل السفرية ورايح دماغي شوية. حكم اليومين اللي فاتوا دول كانوا تقال قوي. ماشي يا خيري، براحتك. يعني ايه براحتي؟ مش فاهم. يعني اللي تقوله تقوله يا ولد ابوي. الحمد لله على السلامة. استريح كده ولما تفوقوا نقعدوا سوا. يا عم اقعد نشرب الشاي ونتعشى سوا. لا براحتك. سلام عليكم. برضه صحيت قبلي. مش قلت لك انا اول واحد يصحى في البلد كلها؟ بعدين بحب اشوفك وانت نايمه. الله، احب صوت الجمريه قوي. عارفه بتقول ايه؟ هي الجمريه هتتكلم؟ مفيش حاجه ما هتتكلمش، بس المهم الودن اللي تعرف تسمع. هتقول ايه؟ اتعدلي عشان اقول لك. هتقول جيت لقيتك وفرحت بيكي، فردت جناحي وطرت ليكي. يا سلام، ومين علمك؟ امي الله يرحمها، كنت اسالها عن كل حاجه وجاوبني عن كل حاجه. الله يرحمها. الوحيده اللي كانت تصحى قبلنا كلنا، وكانت تقول الصبح بدري رزقه واسع، اللي يلحقه يلحق رزقه. يا سلام، كلامها حلو زيك. وانا صحيت بدري عشان اشوفك والحق رزقي. وانا رزق؟ ما انت فاكره ايه؟ انت فاكره الرزق فلوسه بس؟ لا، ما هو الحب برضه رزق. وانت هتحبني؟ اسال الجمريه. انا هسالك انت. ما احبش اقولها بلساني. جيت لقيتك وفرحت بيكي، فردت جناحي وطرت ليكي. ايه مالك؟ ماليش. امال ساكت وسرحان ليه؟ ملهاش لازمه يا منيره. هي مين دي اللي ملهاش لازمه؟ الدنيا، سبحان الله. ايه؟ انت موت الحاج سيد هيكرهك في الدنيا اكتر ما انت كارهها؟ عمري ما حبيتها. تاخد الحبايب وتدي الطمع والكره. ربنا خلقنا عشان نعيش فيها كد ما جسمنا. الراجل زي ما يكون نادم عليا. انا سمعت صوته، رحت له لقيته مات. تعرف لو عندك شغل كبير ومصالح زي ابوك ما كنتش فكرت كده، وكنت حبيت الدنيا. ابدا والله. تعرف ايه؟ انا اكتر واحد هيفهم في شغل ابوه اكتر من عياله كله. وزمان لما كنت شغال عنده زمان كنت احسب زيه من غير الورقه والقلم. ما شفتكش غير وانت سايب الدنيا ومهمل كل حاجه. عشان عرفت من بدري اني ملهاش لازمه. لا ليها، طول ما احنا فيها يبقى ليها. عارفه انا سبت الشغل مع ابوي ليه؟ لا معرفش. كان في واحد اسمه فوزي، كان له حاجة 10 نجلات، وكانوا مكتوبين في الكشف 8 بس. هو حلف ان هم 10، وابويا قال له من غير حلفان مش هتاخد غير اللي مكتوبين في الكشف. الراجل تاطر جبته وقال مش عاوز، ياخد حقي يا بلاش. في الجاه كداب ومكفي. انا طرت وراه واديته حق 10 نجلات ومن جيبي. ابويا عرف وشتمني قدام الناس وقال لي لما تبقى فلوس امك وبجديله. يعني ابوك هيزودوه النجلتين؟ ده حج بيت ربنا. وانا بعد كده عرفت ان الراجل كان كذاب، بس انا ما اقدرش اعرف كل مره الصادق من الكذاب واتحمل ان حد يتظلم. كل شغلانه في الدنيا فيها كده، وابوك ما فيش زيه. وانا مش عايز من الدنيا ولا من ابويا حاجه. كده تبقى ظالم، ظلمته وظلمتنا وظلمت نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالى يا جود. معاك الورق بتاع العمليه؟ معايا يا حاج. كام التامين؟ 1.5 مليون. ياه، دي عمليه كبيره. عشان كده يا حاج انا كنت مستعجل. فرجني شطارتك. شطرت انا؟ في ايه؟ في العمليه. انا جاهز يا حاج، حضرتك شوف عايزني اعمل ايه وانا اعمله. عاوزك تدخلها. ادخلها انا؟ ايوه. وحدي؟ ايوه واحده. انت صغير؟ لا، بس حضرتك طول عمرك اللي هتخش. وهو جه الدور عشان تخش. اتدربت كتير قبل كده، خدت حاجات كتير من ورايا. جه الدور تاخد عمليه قدام عينيا. بس هجيب فلوس من فين؟ يعني ما معكش؟ معايا من فين؟ ما صدقش انا الكلام ده. اكيد معاك. 1.5 مليون يا ابوي. يا ريت. تبقى خايف قاعد تسرق وتعمل عمليات صغيره وما معكش 1.5 مليون. كلام ايه ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. احضرنا يا خيري. خير يا ابوي. قال شو ده ما معاش 1.5 مليون؟ تصدقها انت دي؟ طبعا لا. وانا لو معايا 1.5 مليون يا حاج كنت سكت. طب معاك منهم كام؟ قول لي. 1.25 مليون. ولا حتى ربع. شوف الواد. امال الحساب اللي ببنك سوهاج ده يبقى مش بتاعك ولا تشابه اسماء؟ حساب؟ اقول لك رقمه. جاني الكشف. كلام ايه ده يا حاج؟ ما علينا. يلا. عموما انا افرح لما ولدي يبقى عنده فلوس. واعر جوده برضه يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. كويس انك جيت يا حماد. ما معكش فلوس؟ معايا يا حاج. عاوز كام؟ اي حاجه. كل اللي معايا اهو يا حاج. هيعملوا ايه دول؟ اللي معايا يا حاج ده ضاربها طبنجي، عمره ما هيبقى معاه قرش. والله الفلوس عندي مليئه عازه. اللي ليه عازه عندك الحريم بس. المهم انا مش هدخل العمليه دي، جوده اللي هيخشها. هتاخد معاك حماد، هتديله 20%. انا هدفع التامين بس، فاهم؟ التامين بس، وانت اللي هتكمل. حاضر يا ابوي. الف مبروك يا جوده. وخيري؟ لا، خيري عنده مصالح تانية. مصالح؟ مصالح ايه؟ خلينا نتكلم في الشغل، هنتشعبوا في الكلام. ماشي يا حاج. المهم اهم حاجه ان السوق كله يعرف لا انت داخل ولا انا داخل عشان الكل يطمن. ده ابو ذكرى هيفرح قوي يا حاج لما يعرف انك مش داخل. احسن خليه يفرح ويرفع السعر شويه. طب حد عايز مني فلوس دلوقتي ولا خلاص كده يا حاج؟ لا خلاص. بس حماد في نهايه العمليه لو صرفت قرش واحد من 20% بتوعك مش هتشتغلها تاني، مفهوم؟ فاهم يا حاج. وبعد ما يخلص موال العمليه دي هنقعد قعده كبيره مع بعض. وبعدين يا واد ياسر. خير يا ابوي. الحاج محمد داخل ولا مش داخل؟ داخل ايه؟ العمليه باقي عليها يومين ولا حس ولا خبر. اريح، تلقاه تعبان من الوجعه الاخرانيه وهيريح شويه. لا، ده كان نايم على السرير في المستشفى والجورنان تحت راسه. ده ما بيسيبش حاجة تعدي من تحت ضرس أبداً. أنت حط أسعارك واللي يخش يخش. اللي يخش يخش كيه يا أبو المفهومية؟ ده زي ما يكون مخاوي عفريت، كل دور العفريت ده إنه يقول له أبو ذكري حط المتر بكذا، ينقص هو 50 قرش وربع جنيه ويلهفها. ما أنت هتقول ما دخلش، يبقى قلقان ليه؟ لازم أتأكد بنفسي. لو حط رجله اسحبها انا. وهتتاكد من مين؟ منه هو. هو حويط بس مش كذاب. يعني ايه خير عنده مصالح تانية؟ شهرين اللي قعدوا في مصر عشان الضرايب. ايه مالك يا عم المجاول الكبير؟ سرحان فين؟ سرحان في ابوك يا حماد، مش فاهمه. وعاوز تفهمه ليه؟ طول عمرنا ومحدش فينا فاهمه. يعني ايه خير عنده مصالح تانية وما يدخلهوش معانا في العملية؟ وانت مالك؟ مش رضاك بعملية كبيرة ما كنتش تحلم بيها؟ سيب ابوك يعمل مع خيري اللي هو عاوزه. زي ايه يعني؟ ايه اللي هيديهوله اهم من الشغل؟ الله اعلم. انا كل اللي اعرفه ان ابوك هدي من تلانة وبجازين عن زمان، وخيري كمان هدي وسكت عن الاول. هدي وسكت؟ ايه اللي هداه وايه اللي سكته؟ اعوذ بالله. يعني مش فرحان ولا مستغرب ان ابوك اداك عمليه كبيره واحده، ومستغرب ان سره هادي هو واخوك؟ عمره هما كانوا كده. اهو من ساعه ما ابوك دخل المستشفى وهو كده. ابوك طلع خلاص وراجع. حماد ما تبقاش عبيط. خليك انت في دماغك اللي هتاكلك دي وسيب لنا العبط. وحشني يا احمد. ايه المجلس خدك مني ولا ايه؟ مفيش حاجه تاخدني منك ابدا. ها عامل ايه؟ لا قول لي انت الاول، عامل ايه في المجلس وقابلت مين؟ يا ابوي كل الناس هتسلم عليك انت، دول مسميني هناك اخو الحاج محمد ابو دياب. ده في الاول بس، بكره هيقولوا لي اخو الحاج احمد. الناس ليها اللي في وشها. وزير الري ووزير الإسكان والحكم المحلي كلهم يسلموا عليك، ده غير طبعا نواب جبل كلهم. سيبك من السلامات دي، فضي مجالس. أنا عاوزك تعمل كام استجواب يهزوا المجلس، الناس ليها مصالح كتيرة. شكلك ما فرحتش يعني بسلامات الناس دي كلها عليك. يعني يهمني زمان، الفرح ليه وقته، لو عدى خلاص. أمال إيه اللي يفرحك؟ والله يا احمد مش عارف اللي هقولهولك دلوقت يفرح ولا يخوف. خير يا محمد، خير ان شاء الله. الفرحه حبله. حبله؟ حبله. انا ما قلتش لحد طبعا، انت مش اي حد، حتى الولد ما يعرفوش. مبروك يا محمد، الف مبروك. الله يبارك فيك. فاكر ناجح الدرويش؟ هو اللي قال لي. يا راجل انا صدقتك في الاول، هتتبع كلام المجازيب. كلامه طلع حقيقه، وفرحه هتجيب لي عيل صغير بعد كام شهر. بس الفرق في السن هيبقى كبير بيني وبينه. تفتكر دي حاجه تفرح ولا تشيل الهم؟ تفرح طبعا. هم ايه؟ هترجع ابو الولد الخامسه زي ما كنت. الولد ده بغامض علمه. هنلحق نربي عيال يا احمد. ربنا يديلك طولة العمر. اوعى تقول لي مخلوق، انا ما قلتش لحد. حاضر. كان في حاجه مهمه عاوزك فيها. خير؟ بعدين. مرحبا يا خير. ورحمه الله وبركاته. سلام. ازيك يا ابوي؟ اهلا. ازيك يا عمي؟ ازاي المجلس؟ مرحبا يا خير يا ولدي. مرحبا بيك. امال فين بقيت اخواتك؟ جايين وراي. طيب استاذن انا. ما تقعد تتعشى معانا يا راجل يا عازم. مرحبا يا عمي. سيادة النائب الكبير. مرحبا يا ولد. هروح اتعشى مع زهرة وباسم. ما تخليك معانا يا سيادة النائب. خليك مع عيالك. سلام عليكم. لما تفضى تعدي عليا، في موضوع مهم عاوزك فيه. حاضر يا حاج. سلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رايح فين يا ابوي في الليل دلو؟ رايح للحاج احمد ابو دياب، رجع من مصر. هنشوف عمل ايه في حكايه البنزيمه دي. والله ما هتطول حاجه من ورا الناس دول ابدا. اعوذ بالله من فالك الماسخ، يا هتقول كلمه زينه وانت اللي يقول لك الحاج تكرهه، اللي يقفلها في وشك اكرهه. روح غير من وشي. مالك يا محمد؟ قولي لي يا فرحه، لما الواحد يبقى شايل حاجه والحاجه دي تقيله وطمع الناس فيها متقلها اكتر وهو عاوز يعيش خفيف، يعمل ايه؟ ينزلها من على كتافه، ينزلها بخاطره احسن ويقضي اللي فاضل من عمره خفيف. ربنا يديك الصحه، بس الحاجه اللي بصلها الناس قلتها احسن. صح يا فرحه، والدنيا مشوارها قريب وانا نويت اكمله خفيف. اللي يريحك اعمله، ربنا يديك الصحه ويبارك لي فيك. خلاص اللي فيه الخير يقدمه ربنا. ناوي على ايه يا محمد؟ نويت اريح الناس كلها. ربنا يريح بالك يا رب. ادخل يا مهران. نمتوا؟ لا صاحيين. مش عارف انام وحدي. عايز تنام وسطينا تعال. لا مهران كبر خلاص، ينام وسطينا ولما ينعس ادخله اوضته. تصبح على خير. انت من اهله. وتحجيني؟ احجيك انت وفرحه. فرحه هتنام، حجيه هو. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كان يا مكان في سالف العصر والزمان راجل طيب طيب اسمه الحاج محمد أبو دياب. كان عنده حفيد طيب 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 خالص. مرحبا يا أبو ذكري، اتفضل. لا مؤاخذة يا سيادة النايب، جيت متأخر. بيتك يا أبو ذكري؟ أصلي سمعت إنك رجعت من مصر، قلت لازم أسلم عليك. الله يسلمك. وأطمن. على إيه؟ عملت لي إيه في موضوع البنزيمة؟ قلت لي لسه عاوزة موافقات كتيرة من كذا جهة. على مهلك يا أبو العم، على مهلك. تشرب حاجة؟ شاي؟ قهوة؟ أنا مش عايز أسهركم. قهوة. قهوة يا زهرة. ما تعرفش يا حاج أحمد أخوك ناوي يدخل عملية ناجي حمادي ولا لا؟ لا والله ما عنديش خبر. ما جالش قدامك؟ ما لمحش؟ لا جال ولا لمح. وأنت ناوي تعمل إيه يا سيادة النايب؟ في إيه؟ الواحد رجع تعبان بيني وبينك وعاوز يرتاح. القهوة هتصحصحك دلوك. البيت ده ما ينفعش، انت يلزمك منظرة وعربية كبيرة، مظاهر عضو مجلس الشعب. وايه اللي جد؟ لا جد كتير، اخوك يقول لك لانه هو اللي بيعرف في الحاجات دي. بدل العربية 3 وبدل المنظرة 2، حتى المنظرة بتاع أبوك الله يرحمه بناها وجددها، كتر خيره، مع إن مش بتاعته وحده يعني، إنما هو بتاع العمار والتجديد والمظاهر، تلاقيه بقيمته كده على طول. كلنا عايشين على حسه يا أبو ذكري وقيمتنا من قيمته. اشرب. والله انت راجل مؤدب. عارف ادبك ده مفروض يدرسوه للعيال في المدارس، دايما مقدمه على نفسك في كل حاجه، هو الكبير. صح، لو ناس غيركم كانوا دبحوا بعض، انما انت مؤدب. سيبت له المنظرة ويبني بيت لعيال، بيت دي سرايا، وحتى لما بقيت عضو مجلس الشعب برضه مقدمه على نفسك. حلوة القهوة بتاعتكوا قوي، بالهنا والشفا. دايما ناخد دور شاي، الشاي هيسهرني وانا تعبان. لا سلامتك، دي المصالح كتيرة فوق يا راجل، ده الشاي حلو. الشاي يا زهرة دلوقت انت محتاج منظرة كبيرة وعربية فخمة. لو عايز فلوس والحاج محمد منعك من البيع، انا تحت امرك. وهيمنعني ليه؟ هو الكبير برضه وطعت واجبه. فرحنا بيها ومليناها عيال وحريم، وترك يا دنيا بحر واحنا كبش تريم. انا غلبت الجبل واسألوه عني، انا غلبت الجبل واسألوه عني، وتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم. أتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم يا ولدي. فرحنا بيها ومليناها عيال وحريم، وترك يا دنيا بحر وإحنا كبش تريم. ولدي وجرحك يشق، قلب الجبل راح يطق. ضاقت عليا الطرق، ولدي قتل ولدي. حبسة القلوب فيها سر، والسر لو طير يفر. وسط الخلايق يجر، يسكت عشان ولدي. ده السر ملو الكون، على مجنون ضاع وسطهم ولدي، ضاع وسطهم ولدي، ضاع وسطهم ولدي. فرحنا بيها ومليناها عيال وحريم، وترك يا دنيا بحر واحنا كبش تريم. حجر يا خال ملوش حبيب وعزول، اطحنها نسا ورجال وزي ما تقول قول. ما يوقفش متدوران علشان فلان وفلان، اتملى يا انسان وانت يا شباب